اعتقد ان الفتره دي هو مش مطالب ان يعمل اداء هجومي وجمالي زي ما الناس متوقعه. هو الراجل هيبقى كل همه ان هو يحقق مكسب على اساس ان ياخد ثقه جماهيريه، في نفس الوقت دفعه ان هو يقدر يكمل مع الفريق وان هو يقدر يحط اقدامه على اساس ان هو اي نتائج سلبيه مع الهجوم اللي تعرض له قبل ما يتعاقد معاه هيكون لي تاثير سلبي جدا في مسيرته مع النادي الاهلي في حاله الاخفاق في اي مباراه من بره اللي هي سواء في فيوتشر او بيراميدز او الزمالك في نهائي الكاس. بالتاكيد سواريز هيكون قدامه شغل كبير، مش هيبان دلوقتي، هو رفع الضغط عن نفسه، قال لك انا ما تسالونيش عن الاداء، اهم حاجه ان احنا نقدر نحقق المكسب ونحقق النقط نقدر نكسب بها البطولات الفتره الجايه. خليني بس في البدايه اقول لك طبعا بنتمنى له طبعا كل التوفيق. مدرب ممكن يكون مغمور بالنسبه لناس كتير، جاي من دوري مغمور ايضا مش من الدوريات الكبرى، سواء دوري انجليزي او فرنسي او اسباني او الدوريات الكبرى طبعا اللي احنا نعرفها، ولكن خليني اكد لك ان اي مدرب جاي طبعا عارف قيمه النادي الاهلي، عارف حجم النادي الاهلي كويس جدا. اعتقد ان هو كمان اتكلم قبل كمان ما يجي مع مسترمان والجوزيه اكيد، ونقل له كمان النادي الاهلي وطموحات جمهور النادي الاهلي. اكيد طبعا احنا قلنا بعد رحيل موسيماني المدير الفني اللي جاي جديد هيكون عليه مسؤوليه صعبه كبيره جدا طبعا بعد البطولات والنجاحات اللي حققها موسيماني، رغم كده ان كان الاداء كان فيه بعض التراجع بنسبه كبيره وما كانش عاجب النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، فاللي جاي طبعا سواريز عليه ضغط كتير جدا، انت مطلوب منك بقى الفوز، مطلوب منك اداء، مطلوب منك تطوير، مطلوب منك شغل كتير قوي تحققه الفتره اللي جايه، فانا شايف ان مهمه اكيد صعبه، بس انه واضح ان الراجل جاي مركز، جايب جهاز فني كامل، عارف هو عايز يتفرج على الاهلي قبل كده، وعارف ان الفريق محتاج ايه، عارف ان الفريق بدنيا واقع، وده يمكن اللي اتكلم معاهم امبارح كمان في التمرين، قال لهم احنا هنشتغل كويس قوي، ان شاء الله نشوف الفتره الجايه يكون الاهلي افضل منه.